هاي جايز، كي دايرين؟ لاباس عليكم. شتي تكون فيديو جديده، وفي هاد الفيديو هادي غادي نهضروا على لا زيكول مورا الباك. درت لكم كيسيونير في الانستغرام وسولتكم واش عندكم دي كيسيون على الباك، لي كونكور، داكشي. دونك في هاد لا فيديو هادي غادي نشوف لي كيسيون اللي كانوا عند الناس، حيت قلت ما نهضرش على لي كونكور ولا زيكول زعما بلا اسئله، حيت خصني نعرف انتوما شنو باغيين تعرفوا. و ات ذا سيم تايم مثلا اذا وصلت شي ايكول غادي نقول لكم السي ديالها و دي انفورماسيون على الكونكور اون ميم طون. الو، نبداو بهاد الكومنت هاد، دابا هاد الكيسيون هادي حيت جاتني مهمه باش نوضحوا الامور. دابا بغيت غير نعرف شنو الفرق بين لافا كلاس بريبا ولينسا والمدارس بصفه عامه، علاش كاينين بزاف ديال لي جونغ. الو، نبداو بلافا. لافا ما عرفتش كيفاش نشرح لكم اصلا الفرق بين لافا وليكول. مي لافا كيكون بريزونس فيها ماشي اوبليغاتوار، داكشي مور فري سبيريت كتر. كيقولوا ان الناس ما كيقراوش لافا زعما حيت كيكون العدد كبير، لي بروفيسور ما كيعطيوكش الوقت اول دا. بالنسبه لي زيكول ات مور بحال داكشي كيكون مور لايك مور ستريكت بحال ايكول مدرسه ولا حاجه بحال هكا. وبالنسبه لي كلاس بريبا، كلاس بريبا صراحه ما كلاس بريبا ما يمكنلكش تقرا كلاس بريبا بوحدها، خصك دير كلاس بريبا بلس اون غراند ايكول. كيكونوا لا جوري ديالهم 2 ans، سي سون دي زاني بريباراتوار كتقرا فيهم المات الفيزيك سيونس انجينيري على حساب نتا الدومين اللي غادي دير فيك لافاك، واش غادي دير بي سي اس اي ام بي اس اي ولا غادي دير اقتصاد على حساب. هاد لي زاني هادو سون بريباراتوار، ومن بعد باش كتسيد كعامين كدوز ان كونكور كومون اللي كيسمح ليك على حسب النقطه ديالك تدخل لشي مدرسه غراند ايكول. الثاني، اسكو جي لا بوسيبيليتي دو سانسكريغ ا اف ام بي جوست دون سول فيل، او بيان زعما واش ممكنني نتسجل في اف ام بي اللي هي فاكولتي دو ميديسين اي دو فارماسي ديال مدينه وحده، ولا ممكنني نتسجل في ديال كاع المدارس. السيستم ديال اف ام بي كيفاش كيخدم؟ هذاك كاين واحد السيت سميتو اورينتاسيون شي حاجه، مهم هذاك كتمشي كتدخل فيه لي زانفورماسيون ديالك، وكتبغي لاسكريبسيون كدير لاسكريبسيون للميديسين ولا الفارماسي ولا الدونتير. كيفاش كيخدم؟ ماشي انت اللي كتختار لا فيل ديالك، كيختاروا لا فيل اللي كتكون قريبه ليك هما منهم الرسم، يعني ماشي انت كدير لو شوا ديالك. مثلا انا باش بغيت نتسجل في لافاك ديال الميديسين بغيت ندير لاسكريبسيون كونكور ديال الميديسين، ماشي درت لاسكريبسيون كونكور ديال الميديسين دو رابا بالضبط. نو، انا درت لاسكريبسيون ديال كونكور دو ميديسين وصافي، احتاج انا ساكنه في سلا، اقرب وحده ليا هي الرباط. بور لي كونكور دو لا ميديسين واش كيكونوا ديفيسيل او بيان نورمال؟ شوفوا، هو ماش نقول ديفيسيل لا نورمال، سا ديبو على لو نيفو ديال لا بيرسون. كاين اللي يجي كونكور ديال الميديسين ساهل، ولكن اللي يجي كونكور ديال الميديسين ديفيسيل. باش تعرفوا اون جينيرال كونكور ديال الميديسين كيتعتبر بين لي كونكور لي نورمال، زعما ماشي صعيب بزاف ولكن ماشي ساهل، يعني خصك ضروري تبريباري ليه، ضروري تقرا ليه. وعلى لو نيفو ديالك، لا فيليير اللي كنتي درتي، واش غادي تحتاجي تبريباري بزاف ديال الاشياء قبل ما تدوزي هاد الكونكور؟ مثلا اذا كنتي سيونس مات بي خصك تقراي اس في تي، دونك سا ديبو على انتي وكيفاش لا فيليير اللي كنتي درتي، مور لايك لا بريباراسيون ديالك ولا نيفو ديالك. فهمتي، سا ديبو. بحال مثلا انا كنت باسي كان خصني نوجد الدروس اللي هما لا جينيتيك دو بوبولاسيون والليمونولوجي. الناس ديال الاس في تي كيحاولوا يخدموا على المات كثر، الفيزيك كثر والشيمي كثر. دونك ات جاست ديبيندز اون تا لو نيفو ديالك. تو سامبلومون باش تحكم على راسك واش الكونكور ديال الميديسين ولا صعيب ولا سهل بالنسبه ليك، غادي تخدم ان كونكور ديال الميديسين وغادي تشوف انت النيفو ديالك، ولكن ما تخدموش دابا باقي بكري على الشهادة. ولكن انا بيرسونالي جاني الكونكور ديال الميديسين واحد الكونكور اللي هو نورمال، زعما ماشي صعيب، هو صعيب ولكن ماشي سهل، ماشي اي واحد يمكنو يجيبو ولكن ماشي امبوسيبل. كونكور ديال الميديسين واش البروغرام ديال المات كيكون ديال بي سي ولا سيونس مات؟ ديال الميديسين بروغرام كامل كيكون علوم تجريبيه، يعني اس في تي بلس بي سي. يعني باش تعرفوا ان جينيرال فيزيك الشيمي والمات كيتحط ديال الناس فيزيك، اس في تي كتحط ديال الناس سونس اس في تي، فهمتوني؟ سونس مات ما يمكنش حاجه في الكونكور ديال الميديسين اللي كتكون ديال الناس سونس مات. هاد الهضره ماشي هي كنقولها، راه كيكتبوها هما البروغرام ديال الناس علوم تجريبيه اللي فيهم ناس بي سي وفيهم ناس الاس في تي. از يو كان سي انا كنحاول نلقى كاع الكومنتس ديال الميديسين باش نطرقوا الميديسين باش ندوزو لحاجه اخرى. ميديسين اي فارماسي سي المدن اللي فيهم. انا غنحاول نبسط لكم لي فاكولتي ديال الميديسين اللي كاينين في المغرب شنو هما، انا قلبت عليهم باش نقول لكم، وغندير لكم اي فوتو هنا باش تشوفوا بعينكم. الوغ كاينه كليه الطب والصيدله في الرباط، في كازا، في مراكش، في فاس، في وجده، اكادير، طنجه، العيون، الرشيديه، بني ملال وكلميم. ولكن اللي خصكم تعرفوا هاد لا فاكولتي ديال الميديسين ماشي كلهم فيهم فارماسي،
كلهم فيهم لا ميديسين، ولكن لا فارماسي مثلا الناس الاكادير باش كتجيهم فارماسي في لو شوا ديالهم، ولا كيجيبوا الكونكور ديال الفارماسي ما كيقراوهاش في اكادير حيت ما كايناش فارماسي في اكادير، كيجيو يقراوها في غابه. نقول لكم لي زيكول لي فاكولتي ديال الميديسين اللي فيهم حتى فارماسي. لي فاكولتي ديال الميديسين اللي فيهم حتى فارماسي عندك غابه، الدار البيضاء، مراكش، وجده، فاس، طنجة، و صافي هادو اللي فيهم الفارماسي. دونك تا اذا جاتك فارماسي probably غيديوك لشي مدينه اخرى، اذا كنتي فشي مدينه اللي فيها الفاكولتي ديال الميديسين ما كاينش انك تقرا فيها فارماسي. الدونتير غير غادي نزيدها لكم، المهم باش تعرفوا الدونتير راه فاكولتي بوحدها ما تبع الميديسين، لا فاكولتي دو ميديسين دو فارماسي كيجيو كيديروا عندها لي تي بي، مي هما فاكولتي ديالهم بوحدهم. كاينه في ثلاثه المدن في المغرب، كاينه في الرباط، كازا وفاس. Alors pour le concours de médecine, pharmacie et dentaire, c'est un concours qui est commun. قبل كورونا كان اللي كيبغي يدخل فارماسي ولا يدخل ميسي ولا يدخل دونتير كيدوز دي كونكور اللي ما مفرقين، يعني كتمشي كدير لاسكريبسيون كونكور ديال ميسين كدوز كونكور ديال ميسين، كنت فارماسي كدوز كونكور ديال فارماسي، دونتير كدوز كونكور ديال دونتير. ولكن بعد كورونا ولاو كلهم كيدوزو في ان كونكور كوما في المغرب كامل، يعني نفس المغرب المغرب كامل كيدوز نفس لو كونكور. وكوما من ناحيه ان كاع الناس سواء دافع الفارماسي ميديسين ولا دونتير كدوز نفس ليكزام. وهادشي هذا كيفاش كيخدم بار سيستم ديال لي شوا، باش كتمشي دير لانسكريبسيون في الكونكور كترتب لي شوا ديالك، كيكون عندك 3 شوا ميديسين فارماسي ولا دونتير، وكترتبهم على حسب انت شنو بغيتي في الاول، واش ميديسين ثاني بحال مثلا انا درت الاولى ميديسين الثانيه فارماسي والثالثه دونتير. كتمشي كدوز كونكور واحد على هادشي هذا كامل، ومن بعد على حساب النقطه ديالك ولا على حساب الكلاسمون ديالك في الكونكور كيعطيوك كيعطيوك التخصص اللي انت بغيتي. مثلا جبتي مزيان بزاف غيعطيوك ميديسين، اذا ما جبتيش مزيان غيعطيوك فارماسي حيت كان مثلا هو الدوزيام شوا ديالك. وبالنسبه للسي السي هاد الاعوام كامله اللي فاتوا هاد اي ثينك من مور كورونا وقيله كان 12، هاد العام كان 12، العام اللي قبل منه 12، وقلت العام اللي قبل منه كان 12. دونك لو كونكور ديال الميديسين السي ديالو هو 12، كونكور ديال الميديسين فارماسي دونتير السي ديالهم هو 12، واي واحد وكلو يدوزهم. دونك واخا تكون جايب نقطه خايبه في نظرك انت راه يمكن لك دوز كونكور ديال الميديسين، وهادشي عنده جوج الاسباب باش يعطيو الفرصه للناس اللي مثلا غير بقى عليهم الافات في الباك ولا هما بصح باغيين الميديسين وباغيين يخدموا عليها بزاف كيوجدوا الكونكور ديالهم مزيان. وثاني حاجه ان في المغرب عندنا نقص ديال الاطباء، اما يبداو باش يكون كاين تكافؤ ديال الفرص حيتاش كتبقى لافاك باش نعرفو راه ميديسين راه كتسمى اون فاكولتي، سي اون فاكولتي زعما سيستيم ديال لافاك، يعني باش يكون داكشي لوجيك حيتاش كاع لي فاكولتي كيكون السي ديالهم هابط. كونساي لشي واحد ما جابش الكونكور ديال الميديسين من البخومييغ طونطاتيف، لوز هوب باش تعرفو. راه انا بيرسونالي معايا بزاف اللي تلاقيت بيهم، عرفتي راه لونغ فيرا مطرطق، مي راه بزاف ديال الناس اللي كنهضر معاهم دوزيام طونطاتيف ديالهم جايبين فيها الكونكور ولا حتى تخوازيام طونطاتيف. ولكن الغلط اللي ما خصكش دير مثلا اذا كنتي قبل هادو اللي جايين دابا اللي فات مات، ولكن دابا الاعوام اللي جايين اذا عندك الباك 2024 غادي تدوزو مثلا ما كتبش وما جبتيش الكونكور ديال الميديسين، ماشي تمشي ودير اني بلانش، لا دخل شي ايكول واخا ما بغيتش ديك ليكول، ولا دخل شي فاك اي حاجه وبقات اسيستي وحاولت لي فاليدي كاع لي سيمستر ديالك، وباش يقرب الكونكور ديال الميديسين والناس يدو بريباري باش دوز انت الكونكور ديال الميديسين ديك الساعه. ولكن ما تابوندونيش، ماشي تقول راه ندير اني بلونش باش ندير ميديسين، راه بحال هكا غادي تخرج على راسك، وما توقعش انك العام كامل تبقى تخيباري الميديسين حيت صعيب. غادي دير دوزيام طونطاتيف ديالك، صدقات لك هي هذيك ما صدقاتش لك كمل داكشي اللي بديتي في البروميير اني ديالك. اكزامبل مشيتي كتقراها في لافاك ديال سونت ولا شي حاجه بحال هكا، قرا العام ديالك الاول مي توصل لا بيريود ديال لي كونكور، عاوتاني دوز الكونكور ديال الميديسين، ما كتبش كمل العام ديالك الثاني، عاوتاني اذا كنتي ريلي باغي ميديسين وما ما ماشي سوقك ضيعتي عامين من حياتك سير دوز عاوتاني مره اخرى. دونت جيف اب، زعما راه اي ثينك لافاك ديال الميديسين كتقبل الناس واخا كيكونوا كبار في السن، ما عرفتش شحال، مي راه المهم راه عندك بزاف ديال الفرص. الفرق ما بين لا ميديسين دونتي ولا ميديسين جينيرال في السيستم ديال القرايه ماشي لي مودول، صراحه انا ما نقدرش نقول لك شنو الفرق بين ميديسين دونتي وميديسين جينيرال، غير خصك تعرفي انا ميديسين دونتي كيقراو على السنان، زعما كيكونوا عارفين شحال في لو كور ديال الانسان، ولكن الفوكس ديالهم هما السنان، كيقراو سيزون على دونتي. زعما الناس ميديسين جينيرال كيقراو على كلشي everything، وقالوا ما كنوصفش السنان مي المهم كيقراو على كلشي. صراحة ما نقدرش نعطيك نعرف لك الفرق حيت انا ما قريتش دونتيغ،
ولكن كاين الفرق بيناتهم. هذا اللي نقدر نقول لك. شوف انت الانترست ديالك واش باغي دير ماشين دونتيغ، باغي صافي الخدمه مختلفه داكشي ديالهم مختلف هما، ولا باغي دير جينيرال، باغي دير شي سبيسياليتي اخرى. المهم خصكم تعرفوا الناس كيديروا ماشي جينيرال ما عندهمش الحق يديروا دونتيغ اوبفيسلي، زعما ماشي غير دير سبيسياليتي دونتيغ ولا شي حاجه، دونتيغ راه دونتيغ وجينيرال يمكن يدير تخصصات اللي كانوا من غير سنان. واش لا ميديسين كيعطيو اون بورس لكلشي وشحال؟ واش من لا بروميير ان لا ميديسين ما كيعطيوكش لا بورس ديالك من العام ديالك الاول ولا شي حاجه، ميديسين لا بورس وقيلا كتبدا من التخوازيام اني، و اتس نوت ايفن سامثينغ، شي حاجه كثيره ما عرفتش انا اللي عارفه على حسب ما اختي كتقول لي ولا شي حاجه بحال هكا. ديك اصلا درت هذيك لا بورس ماشي ديال القرايه ديالك، بديت لي ستاج اللي كتكون كدير في لوبيتال حيت من تخوازيام اني كتبدا دير لي ستاج، كيبقى نص قرايه نص دي ستاج، ولكن راه ماشي بزاف، راه ماشي شي حاجه، واخا شي 3000 درهم فوغ 4 شهور وما شي حاجه بحال هكا. دونك دون اكسبكت شي بورس اللي هي كبيره، هذيك بورس غير مزيه حيت بحال اللي كتعاونهم في لوبيتال. هيا اختي قالت لي 620 درهم في الشهر. المهم واش الطب احسن من الهندسه في المغرب وشنو اللي عليها الطلب اكثر؟ اي دون نو. شوف كل وحده دومين مختلف، ميديسين مختلفه على الانجينيوري، دونك يو كانت كومبير دو. لازمكم تعرفوا ان الميديسين عليها الطلب بزاف، هذا اكثر حاجه اللي كتكسبلين هادشي، ان السوق ديال الميديسين هابط، وثاني حاجه العدد ديالنا كثير. الطلب اكثر هي ميديسين، ولكن دير ديفرنت، فهمتيني؟ الانجينيوري على حسب الدومين اللي غادي دير، دونك يو كانت كومبير ديم، ولكن ضروري يكون كاين ان انجينيور في البلاد، وضروري يكون ان ميديسان في البلاد. شوف انت داكشي اللي انتريستين بالنسبه ليك، اشياء مختلفه على بعضياتهم، دونك وي كانت كومبير. الشيء كامل ان ما كاينش ان ميديسان اللي غادي يشومي، يقدر ان انجينيور يدير شوماج، ولكن هو على حسب الانجينيور واش انت مزيان ولا ماشي مزيان ولا شي حاجه بحال هكا. ميديسين عليها الطلب، يعني ما كاينش شي واحد يكون متخرج ميديسان ويخدم. حاجه الفرق اللي بين ميديسين وانجينيوري ان ميديسان كيقرا سيزون، كيقرا سيزون موراها كيدير اون سبيسياليتي، كيدوز ان كونكور وكيدير اون سبيسياليتي اللي على حساب. اذا كانت اون سبيسياليتي ماشي شيرجيكال كتقرا واقيلا 4 عام، واذا كانت شيرجيكال 5 عام 6 عام. دونك اللي والانجينيوري كتقرا عندك مثلا دخلتي اون ايكول من مور الباك نيشان كتقرا 5 عام فيها 2 اني بريباراتوار 30 كوما كنسميهم، وابري ديك 2 عام كدوز ان على حسب النقاط ديالك. اذا كنتي في اون ايكول مور الباك كتختار كيعطيوك اون سبيسياليتي. وكاينه حاجه اخرى في الانجينيوري، دوز من الكلاس بريبا 2 عام كتبريباري فيهم، موراها كدوز ان كونكور كومان ناسيونال، وموراها كتدخل اون ايكول اون غروند ايكول. هادو الفرق بيناتهم، يعني اللي كتشوفوا ان الميديسين طوال من ناحيه الباركور، ولكن الخدمه ديالك مضمونه عليك. الانجينيوري قصيره ولكن هي خدمه زوينه. انا كندير ميديسين وبغيت ندير ترانسفير، واش بان لك اف ام بي ار بون شوا ولا فيها الاقتضاد؟ من ناحيه الاقتضاد كاين الاقتضاد، ولكن ماشي صراحه انا ما كيشكلش ليا شي عائق، حيت انا قص كنقرا وما كيقراو، دونك راه غادي تقراي في لانفي شنو ما كان، راه واخا كثار راه ماشي كلشي كي اسيستي، دونك دابا تي اسيستي غتلقاي بلاصتك. اف ام بي ار هي اقدم فاكولتي ديال الميديسين في المغرب، دونك لي بروفيسور اللي فيها راه واعرين، اون بلوس القرايه از فهمتيني كتبقى اقدم فاكولتي في المغرب. ثاني حاجه من ناحيه لي سيرفيس لي زوين اننا عندنا اوبيتال يونيفرسيتير، دونك كتعلم بزاف ديال الاشياء، واغلبيه كدوز من كاع لي سيرفيس الاغلب، زعما كيكون عندك فكره على كاع لي سيرفيس. وثاني حاجه كتخدم مع دي ميديسان هما واعرين، حيت از يو نو ما نقدروش نكذبوا على راسنا، الرباط فيها دي ميديسان واعرين بزاف. دونك انفضل الاكسيداد ما كيشكلش عائق، اف ام بي ار واحد لافاك اللي هي كعندها القيمه ديالها. واش كونكور تاع الدونتير بوحدو والفارماسي بوحدو؟ نو، دي ار ذا سيم، نفس الكونكور كدوزوه. واش الميديسان يقدروا يطلعوا السي؟ ما كنظنش لكل الاسباب اللي قلت لكم، حيت خاصنا دي ميديسان كثار في المغرب، او ثاني حاجه خصهم يديروا تكافؤ الفرص حيت كتبقى الفاكولتي. ولكن ما حسبش لكم انك اذا جبتي مثلا 12 راه ساهل انك تجيب كونكور ديال الميديسان، كاين الناس اللي كيكونوا بصح ديتيرمين انهم يجيبوا الكونكور ديال الميديسان، ولكن راه خصك تعرف راه ماشي الكونكور ما كيكونش النيفو ديال 12، فهمتوني؟ راه كيكون النيفو طالع ديالو. باغا نعمل داكشي ديال التحليل الطبي، واش عندك دي زانفورماسيون عليهم؟ المهم التحاليل الطبيه كاين اللي عارفه انا كاين دو باركور، اما دير ميديسين ومن بعد كدير اون سبيسياليتي في الشهاده، ولا كدير فارماسي وكدير سبيسياليتي، دونك كتقرا سيزون ديال ميديسين ولا فارماسي ابري كدير اون سبيسياليتي في هاد الدومين. هادشي اللي باغا نقول، وراه خدمه زوينه صراحه اللي فيها الفلوس. Do you think لي دايرين سيونس مات بي عندهم فرصة يديرو ميديسين؟ يس، بزاف ديال الناس كنعرف دايرين سيونس مات بي ومن قوة ما كيبغيو ميديسين قراو في الصيف الاس في تي وجابو الكونكور، دونك نتوما ديجا عندكم دي باز واعرين في الماط وفي الفيزيك، دونك يبقى لكم غير داك الجانب ديال الاس في تي اللي if you are determined راه غادي تقراه.
وعندكم ديروا داكشي ديال الحماق وتقولوا انا سيونس مات في عرفتي صافي بارك عليا غير مات والفيزيك وتدوز الكونكور ديال الماتيو وسمع عرفوا على الاسبي تي راه كاين نوت اليميناتوار خصك في كل ماتيير في الكونكور ديال الماتيو تجيب على الاقل 4 على 20 دونك خصك ضروري تجاوب على الاسئله في الاسبي تي باش تدوز. هادشي علاش كيقولوا ان الكونكور ديال الماتيو ماشي كيفضل فيليير على اخرى حيت ليترالي اي فيليير عندها نقص في شي ماده وهما كيحاولوا يديروا ليكيليبر بيناتهم ماشي حيتاش انت قاري مات والفيزيك بزاف غادي تجيب الكونكور خصك ضروري تجاوب على اس في تي ونفس الحاجه بالنسبه لفيليير اخر العكس. واش بصح ماتيو كيهزوا صحاب 12؟ اه كيهزوا صحاب 12 وكاينين الناس كنعرفهم اللي جايبين 12 ولا حيتاش اتس نوت اباوت ذات اتس اباوت واش انت بريباريتي الكونكور مزيان واش انت باغي ماتيو بصح ولكن قلال اللي خصني نقدر نقول لكم ان الناس اللي جايبين 12 راه قلال اللي كاينين في لافاك ديال ماتيو دونك هادشي خصكم تعرفوا. واش يمكن ندوزو دونتيغ مع ماتيو ولا في شي مدينه ما فيهاش دونتيغ؟ الكونكور ديال الماتيو كدوزو في المدينه اللي قريبه عليك. صراحه انا ساكنه في سلا دوزتو في سلا جديده اللي كاينه في الرباط كيدوزوه في الرباط سا ديبون على حسب المدينه ديالك وفين واخد انت الباك ديالك. الكونكور نفسه نفس الكونكور ولكن مثلا اذا كنتي ناخذ مثلا اكادير باغ اكزومبل مثلا اذا جبتي الكونكور اذا درتي دوزتي الكونكور ديال الماتيو مثلا بروميير شوا ديالك داير ميسين راه غادي تقرا الميسين في اكادير مثلا انت في اكادير واخا كاينه لافاك ديال ميسين في اكادير ما تقبلتي في الفارماسي غادي تجي تقراها في الرباط ولا مثلا انت في اكادير واخا كاينه لافاك ديال ميسين عاوتاني مي ما كايناش لافاك ديال دونتير دونك غادي تجي تقراها في الرباط. نفس الكونكور نفس المدينه غدوز فيها ما كيكونوا في اذا سيليكسيونيتي باش تقرا ديك ليكول المدينه كتختلف. دويلينا على ميديسين في ام سي اس بي. المهم ام سي اس بي هي يونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك. يونيفرسيتي محمد السادس بوليتكنيك عندها بزاف ديال التفرعات ديالها. التفرع اللي كيقراو فيه الفرع اللي كيقراو فيه ميديسين سميتو او ام سي اس 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 ديال سونتي. واش ندوي لكم عليها؟ صراحه الكونكور ديالها انا صراحه عيطوا لي ندوز الكونكور ولكن ماشي تدوزو حتى شفنا في العشيه ما عرفتش حاجه بحال هكا. الكونكور ديالها على حسب ما قالوا لي سهل ماشي صعيب بزاف وقالها كاينه في الرباط وكازا عندها شي. المهم انا عارفه كاينه في الرباط واش كاينه في كازا ما عرفتش الصراحه سكنت قلبه في هذا الموضوع هذا وصافي. صراحه راه كيعطيو دي بوكس كيصيفطوا لك واحد الفورمولا اللي يمكن لك تعمرو واحد الدوسي اللي تعمرو باش دير لا بوكس. اما واش عندي دي زانفورماسيون سوفيزون صراحه ما عنديش. واش عافاك واش مزيان دير اون فورماسيون كتبريباري ميسين من شهر 12 دونك كيشرحوا فيها الدروس؟ واي وود يو دو ذات يور سيلف؟ ما عرفتش واش انت مثلا واش ديجا واخد الباك ديالك وعاد مثلا دار هاد الاني بلانش ولا كتقرا شي حاجه وباغي دوز الكونكور ديال ميسين مره ثانيه ولكن ما عندكش شدا من شهر 12 راه غادي تعذب راسك وتي اذا ما جبتيش الكونكور ديال ميسين غتحس براسك ضيعتي وقتك. دونك اي ثينك اتس بحال بكري بزاف على انك دوز بريبار الكونكور من شهر 12 حيت راه ماشي شي حاجه اللي هي كراف ماشي شي هما شي دروس اللي هما عمرك ما شتيهم في حياتك. واش لي كونكور افون الباك سا اكزيست او ماروك؟ نو ايديا صراحه ما عارفاش بالضبط. واقيلا الاخوين كيدوزوا قبل الباك ولكن ام نوت شور ولكن هادشي ديال قبل الباك ما كاينش في المغرب. انا هادشي اللي عارفه كاع لي كونكور اللي دوز انا بيرسونالي كانوا من مور الباك. اند جايز ذيس از ذا اند اوف توديز فيديو. صراحه هاد الفيديو كان طويل بزاف وبروبابلي فيه بزاف ديال البارتس غادي نفرق هاد الفيديو اوبفيسلي حيت ممكنش نحط لكم ساعات لما كانوا في الفيديو. دونك تشيك اوت البارتس اخرا ديال الفيديو اف يو هافنت سي ذم يت. ويس اذا كانوا عندك دي كيسيون اخرين كتبوهم ليا في الكومنت سيكشن ولا اذا شفت انكم بصح باغيين انذر بارت في هذا الفيديو هذا ولا عندكم دي كيسيون اخرين صيفطوهم ليا ندير لكم كيسيونير في انستغرام حيت هكا كسهل ليا حيت كنلقاهم كلهم مجموعين بلاصه واحده وغادي نجاوب لكم عليهم في شي فيديو اخر. اند باي سي يو ان ذا نيكست وان.